بالله خلنا نسألو أخنا عن سألتنا وانتم ما فعلتوش. شوف عايزكم راه والله تختي والله يسألنا نتكلم على بلاي صح ولا لا والله ما فيش حاجة. شوف عايزكم راه والله تختي والله يسألنا نتكلم على بلاي صح ولا لا والله ما فيش حاجة. شوف عايزكم راه والله تختي والله باهي هكا شوف شوي اسمع الولاد باهي هكا هو حاضرين هو تونس اليوم وجهه سياحيه بعد الكورونا ما بين 10 اهم وجهات سياحيه هل انه فما حجوزات واستعداداتكم لمرحله تونس ما بعد الكورونا تفضل ما بين سبعه وجهات سياحيه من احسن الوجهات السياحيه اللي يمكن ترجع بعد الكوفيد وهذا خبر جيد خبر ممتاز تلقيناه نظرا لانه الحكومه نجحت في السيطره على وباء كورونا واليوم يجب التحول للاستثمار النجاح هذا من الناحيه الاقتصاديه وخاصه بحكم احنا داخلين على سيزون يلزمنا نستغلوه سياحيا. احنا اليوم الزياره هذه اللي قمت بها مع السيد وزير النقل في اطار الاستعداد والوقوف على مدى استعداد ليزانفراستركتور نتاعنا وخاصه المطار اللي هو سونسي باش يستقبل لي فواياجور يستقبل الرحلات الجويه والحمد لله شفنا اللي الناس الحقيقه خدمه خدمتها شيء ايجابي وقالوا لي انه اللي الشيء اللي شفناه اليوم في مطار تونس قرطاج موجود في المطارات الاخرى اللي هي تنجم تكون زاد معناها تستقبل الحرفاء دونك هذا ايجابي باش ما تقعدش قراراتنا ولا الشيء اللي خممناه يقعد حبر على ورق وانما يجسد في ارض الواقع وهذا اللي وقفنا عليه اليوم وهذا باش نحكيو فيه احنا مع لي بارتنير تاعنا في الخارج باش نطمنوهم اللي كنقولوا لهم راهو سيركوي الكل متخيزي من المطار للمطار مش كلام ان احنا كسياحه عملنا بروتوكول سانيتير وحضرناه اللي هو يبدا من بهو الاستقبال نتاع المطار حتى نوصل نزور نروحوا به لكن الجزء هذا اللي هو يهم المسافر زاد اليوم طلعنا عليه والايجابي انه حاضرين سيد الوزير سيد معني سيد معني توا احنا مازلنا احنا يوم 27 احنا قلنا توا مش نهار 27 مش نفتحوا الاجواء الايامات القليله القادمه مش نعلنوا على البروسيس كيفاش مش تتم العمليه دونك توا بور لو مومون اعطينا تاريخ وهذا مهم جدا وكل الدول اللي كانت متابعه كلها اعلنت على تاريخ فتح اجواء ما قالتش البروسيس نتاعها كون شي في الفيل احنا نفس الشيء توا البروسيس خلال ايام يكون حاضر. سيد وزير اهميه السوق الصينيه بالنسبه لتونس؟ السوق الصينيه سوق مهمه لكن سؤال اللي تسال هل هي توا المعنيه الاكثر في الحاله هذه خاصه مع بعدها وثني ما فماش الفول ديريكت يمكن ماهيش هي اللي مش تكون توا حينيا توا حينيا عندنا اسواق الجوار وعندنا المارشي معنا لي مارشي التقليديه الاسواق التقليديه نتاعنا ولا ومش نركزوا عليهم وان شاء الله معناها نحاولوا نمنعوا معناها السيزون ولا ما تبقى من سيزون كوكو مازال هو نحكيو على جويلي اوت هذوما موسم الذروه. في اتفاقيه مع يعني تعزيز العلاقه السياحيه مع الاردن والسوق يعني الاردنيه. البلدان المشرق العربي الكل حتى في سياستنا في وزاره السياحه ان شاء الله باش تلهوا بهم لي مارشي هذوما فما سياسه كامله لتنويع الاسواق كما تنويع المنتوج لكن مره اخرى نقول لك توا في الظرف هذا بالذات فما اسواق عندنا عليها معناها معها تجربه سهل يعني انك تحط طياره انك تعرف وين تمشي بالضبط الفلس اللي باش تنزل عليها. في مرحله ثانيه تو نجيهم الاسواق هذوما وان شاء الله نشوفوا اردنيين وغيرهم في تونس. سيد الوزير قداش تقديراتكم من عدد السياح اللي ممكن يجيو لتونس؟ سامحني ما تبقى قداش تقديرات عندكمش تقديرات؟ التقديرات بكري عليها احنا البارح اعلنا على التاريخ توا دخلنا في لي نيغوسياسيون مع المتعهد رحلات وغيرهم في الايام القادمه نجموا نبداو نحكيو على التقديرات. جوستومون سيد الوزير على اعتبار بديتوا النقاشات هذه مع متعهدي الرحلات شنو هما النزيفو اللي عندكم معناتها من برا بخلاف التصنيف الاخير اللي هنا؟ ايجابيين انا قبل ما نجي لهنا كنت في التليفون مع السكرتير جنرال لورغانيزاسيون مونديال دو توريزم اللي متفاجئ بطريقه ايجابيه وقبلها كنت مع رئيس الجامعه الالمانيه ديرفيل لمتعهدي الرحلات كلهم فرحانين بالوضعيه اللي في تونس اليوم بالميتريز نتاع البانديمي متفاجئين ايجابيا وكلهم فرحانين اكثر بالتاريخ نتاع فتح الاجواء وتوا باش ندخلوا كما قلت لك باش نحكيو على البروسيس دون لي جور كي فيان ان شاء الله وانا متفائل انه نجموا نخدموا سنه ان شاء الله. هل سيتم العمل ربما على المستوى الاستراتيجي بالنسبه للسوق الصيني؟ سمح لي السوق الصيني قلت لك اكيد احنا راهو مش انا مش نبدا الخدمه على السوق الصيني، الخدمه على السوق الصيني بدات قبل ما نجي انا وتشوف انت حتى الفيزات نحات وفما عمل كبير
لما لا نزيدوا نطوروه ان شاء الله لما لا في اقرب وقت تشوفوا خاصه رحله مباشره مع الصين. سؤال اخير سيد الوزير فيما يتعلق بجمله الاجراءات التي وضعت على الحريه المدرسيه مؤخرا، ومع ذلك هي لفئه القطاع مزيد فما نوع من الغضب وعدم الرضا على الاجراءات، حتى انه يبدو بعد غدوه فما بعد غدوه خميس فما وقفه احتجاجيه حاجه كما هكا. انا نتفهم اعتقدني انا في الاصل المهني نتفهم هاك البريسيون اللي يعيشوا فيها، لكن كانت دفع شويه خوله تلقى اللي حتى بعض المطالب اليوم حطوها كيف نقولوا احنا كان صبروا راهو حجه. يعني كي تشوف انت مثلا مطلب الفيزيبيليتي اللي كان يقول لك الفيزيبيليتي البارح الظهر 4 جوان يعني نزلوا غيرهم الكل يفتحوا 4 جوان السيركيلاسيون ليبر سيركيلاسيون اونتر لي فيل صارت 27 جوان فتح الاجواء تم الماسك. المشكله ما فيها انه الضغط خلاهم فهمني ولا يتصرفوا تحت الضغط، انا نفهمهم لكن ندعوهم انهم يسيسوا رواحهم ويسيسوا بلادهم. انا اليوم بالنسبه ليا الكاب هو كيفاش نرجعوا نخدموا، كيفاش نحسنوا العلاقه ما بين لي بروموتور ما بين اصحاب ارباب العمل وما بين خدمتهم، لانه تطوير معناها توتير الاجواء ما يعاونش. احنا نبيعوا في سيرفيس نبيعوا في خدمه، يلزم تكون العلاقه مبنيه على الثقه مبنيه على المصلحه الجماعيه المصلحه الوحده، وانا اليوم نتصور بامكانيه رجوع الخدمه انا عندي فيهم ثقه اللي باش يرجعوا يفكروا بعقلانيه وتجاوزوا هالفتره الصعيبه هذه ويفكروا كيفاش نطوروا خدمتنا كيفاش نحسنوا خدماتنا كيفاش نشوفوا كما اللي قفنا عليه اليوم في المطار وتو تشوفوا في الفيلم بروموسيونال تعمل هذا اللي باش يجيب لنا الخدمه وهذا باش يجيب لنا الرزق. شكرا.